أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب رسميا يوم 13 ويوم 14 من الشهر الجاري عن اختيار ريكس تيليرسون المدير التنفيذي لمجموعة إكسون موبيل وزيرا للخارجية، واختيار حاكم ولاية تكساس السابق ريك بيري وزيرا للطاقة، وهو ما يعني إلى حد ما اكتمال تشكل مجلس الوزراء المكون من شخصيات من الأثرياء والصقور. شغل ريك بيري البالغ من العمر 66 عاما منصب حاكم ولاية تكساس من عام 2000 إلى عام 2015، حيث يعد الأطول ولاية في تاريخ ولاية تكساس. وذكرت وسائل الإعلام أن بيري الذي يدعم قطاع النفط يرجح تحويل أعمال وزارة الطاقة الرئيسية من الطاقة المتجددة إلى الطاقة الاعتيادية. مجلس وزراء إدارة ترامب تشكل تقريبا، ووفقا لأحدث تقرير نيويورك تايمز يبلغ عدد الأعضاء على مستوى مجلس الوزراء 25 شخصية، 4 منهم عينهم ترامب بشكل مباشر في الجناح الغربي للبيت الأبيض، أما البقية فيجب أن يمرر ترشيحهم على مجلس الشيوخ للمصادقة عليها، وهو ما يعني احتمال تغير هذه القائمة. هذا وفي مجال الدفاع والأمن عين ترامب جيمس ماتيس لتولي منصب وزير الدفاع، ومايكل فلين لتولي منصب مستشار الأمن القومي، أما جون كيلي فعينه وزيرا للأمن الداخلي، مع العلم أن ثلاثتهم معروفون بانتمائهم للتيار المتشدد والمحافظ، لا سيما مايك بومبيو الذي عين في منصب مدير المخابرات المركزية الأمريكية، والذي يعد العمود الفقري للتيار الراديكالي داخل الحزب الجمهوري، وهو أيضا شخصية مشهورة في جناح الصقور. في مجال الاقتصاد عين وزير المالية المدير السابق لمصرف جولدمان ساشس ستيفن مينوتشين، ووزيرا للتجارة ويل بوروس الذي اشتهر بشراء المؤسسات المفلسة، ويقدر إجمالي رأس ماله بمليارين وتسعمائة مليون دولار أمريكي. أما وزارة العمل فمنحها ترامب لأندي بوزدر الرئيسة التنفيذية لسلسلة مطاعم شهيرة، ومنح رئاسة مديرية شؤون مشاريع الأعمال الصغيرة للندا ماكمان تنفيذي لمؤسسة مصارعة المحترفين، ومنح وزارة التعليم لبيتسي ديفوس وهي أيضا مليارديرة. مجلس وزراء ترامب وصفته وسائل الأعلام الأمريكية بالأغنى من نوعه في التاريخ، واعتبرته تعليقات مبعثا للقلق، لا سيما بعد تعهد ترامب في حملته الانتخابية بتحسين معيشة الطبقة الوسطى وجعل الولايات المتحدة مجددا.